هذا فيديو عن موضوع التعليم، طرق التعليم او اساليب التعليم او مدارس التعليم او اللي هو يعني مبتدئين او تعليم مثلا شخص يبغى يركب بس يبغى يطور ركوبه او اللي هو الطرق كلها سواء صحيحه او خاطئه مهما كانت لها عيوب، اما ان عيب انت تعترف انه عيب او انت ترى ميزه وغيرك يرى عيب. كمل وجه الله. مهما كانت الطريقه صحيحه يبقى فيها عيوب، حتى لو انت تراها ميزه غيرك يرى عيب. انت ترى شيء ذا ميزه غيرك يرى عيب، والعكس صحيح، هو يرى ميزه انت ترى عيب. وهذا مرتبط بموضوع الفيديو لما تكلمت موضوع الميزه العامه والعيب الخاص، والعيب الخاص والميزه العامه او الميزه الخاصه. كل ما زادت الطريقه جوده او صحه، كل ما تحكم الخيال في صنعه، وكل ما تحكم بالإحصان اكثر يقول للطرف الاخر او يقول للطريقه الخاطئه، يقول انا عندي ميزات الفلانيه والعيوب الفلانيه تسمي عيوب، وانت عندك ميزات الفلانيه وعيوب الفلانيه، جميع الميزات اللي عندك انا اسويها كطريقه. هو يقول هذا، هذا يقول ذا، انا اسوي جميع الميزات اللي عندك والعيوب اللي عندي اقل من العيوب اللي عندك، فما راح اغير الصح واجي عندك خطا. كذلك اللي افضل منه يقول نفس الشيء، كما هم يزيدون. لما تصل لمرحله طرق صحيحه تقارنها ببعض، نجي موضوع العيب والميزه العامه والخاصه. يجيك واحد طريقه صحيحه وكان عندي ميزات الفلانيه وعيوب الفلانيه، وانت عندك ميزات الفلانيه وعيوب الفلانيه. الميزات اللي انت تسميها ميزات اذا كان الطرف الاخر يسويها وانت تسويها وتراها ميزه، هو يراها عيب بس سواها. على سبيل المثال حصان خاف من شيء معين راغ غصب عنك، تركب صح وتركب خطر هذا رايغ، هنا انا ارى عيب انت ترى ميزه. انا ارى ميزه، انا وجهت هروب الحصان اللي وسمى مشت، وفي نوع من المنطق بالفعل ميزه عنده في وضعه. ليش اسمي هذا عيب عام ما اسمي عيب خاص؟ لانه ميزه او عيب لا تستطيع ان تقضي عليه اصلا، غصب عنك صاير. لكن انا لما اقول انه عيب وانت تسميه ميزه اقدر اسويه، تبي اسويه؟ تبي اخلي الحصان يروغ؟ خليت الحصان يروغ قدامك. الان ما ابغى الحصان يروغ، قضيت على الروغه. وش صار؟ اثبت لك اني بالفعل ارى عيب، لاني يوم قلت لي لا ما تقدر تسويه سويته، ثم رجعت الى عدم فعله. فبالفعل عدم فعلي له مرتبط بانه عيب، مجرد انك قلت ما كنت تسوي سويته، هو شيء عام لا ما يمكن تنكره. لما تجي تتكلم في عيوب خاصه انا اراها ميزه انت تراها عيب، على سبيل المثال يجيك شخص يرى الشيء اللي انت تسويه عيب، انت ترى ميزه، يبغى يطبق عين نفس الفكره يتو، لا ما تطبق عين نفس الفكره يتو، وبالفعل انت ترى عيب. بس لما العيب اللي تسميه عيب ما هي تسويه اصلا، ما يسمى عيب، اسمها ميزه عامه، انت تراها عيب بس هي ميزه عامه، لانها ما تسوى الا عن طريق الاصح. الفكرة يعني اراه عيب عشان كذا ما سويت، تبي اسويه؟ ها 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 خلاص؟ الحين ما ابغى اسوي. هنا بالفعل اراه عيب عشان كذا ما سويته. لكن انا ارى شيء ذا عيب ابغاه وما يقدر يسويه، سواء عيب هو بالفعل يرى عيب، بس يرى عيب او يرى ميزه ما يقدر يسويه اصلا. فالحاله هذه معناتها ثلاث ارباع اعتبارك له انه عيب، عدم قدرتك على فعله، وعدم معرفتك فيه اصلا، ما انت عارف كيف يصير اصلا وكيف يطبق. هذه نقطة مهمة جدا. تعليم الطرف الآخر وتعليم الشخص على الركوب تدخل فيه موهبة والاستعداد والخبرة والممارسة ونوعية الحصان اللي يركبه والاختبارات اللي يمر فيها، تدخل فيه أشياء كثيرة، بالذات في البحر يعني، بالذات في الركوب. كثير من الناس يقول الكلمة ذي بس ما يطبقها وما يعرفها، ما يفهم معناها يعني. كل الناس تستعملها بس ما يفهمونها فهم حقيقي. سهل أنك تنقل معلومات سواء صحيحة أو خاطئة وتعلمها شخص، اجيب معلومه من شخص واعلمك اياها، او فلان يجيب معلومه من هنا ويعلمك اياها، او فلان يجيب معلومه من هنا ويعلمك، كل واحد ياخذ معلومات يعني يفيدك معلومات. بس كونك تاخذ معلومات حتى صحيحه، حتى اللي ما فيها طاقه حصى، معلومات صحيحه بخطواتها يومين هذه ايام اسبوع اللي هو، ما يمكن تطبقها لانك اخذتها. ما يمكن تقول للشخص لانه درس اسبوع مدرسه جيده حقت رسم صار رسام. الخياله فن، فيها موهبه، فيها استعداد، فيها خبره، تخذ عده امور. مين بالدعوه علمه بيصير خيال؟ يعني 10 تعلموا مو كلهم يصيرون خياله، عاده عشان نكون منطقيين، عاده اقل من 50% منهم او اقل من 40% منهم يمشون صح، الباقي ما يمشون صح. صح يتحسنون بس الموهبه مهمه. فكثير من الطرق الاخرى خاصه ربعنا يعني ينقل لك اشياء نقل تقليدي اعمى، انقل لك معلومات معينه معروفه موجوده يعني. الطرق الغربيه كلها من القفز الدراسات يسوونها اصلا. اشياء متبعه معروفه من علاوه الاغريق. اشياء متعارف عليه. خطوات معينه لما تقول الاشياء السيئه اللي سوونها الناس مثل زي اللواشه ولا النشات والامور هذه
في اشياء زيها متكرره بس انها صح. فمعلومات صحيحه علمتك اياها، بدل ما اخذها من فلان او علان، اخذها من مصدر وانتهينا. بعدين يعني علمتني معلومات لكن عدم تطبيقها ما يعني انها صحيحه، لازم اطبقها. فبالنهايه ممكن حصان هو الاساس، يعني حصان بدون تعليم يحلك ازمه بس يطول، لكن تعليم بدون حصان بدون ممارسه بدون موهبه ما يعني شيء. صح تقدر تسلك النفس والله تعلمت عند فلان وعلان، بس بعدين لما يجي وقت الجد انت راكب حصانك ما معك احد بحالك، وش سوى فيك حصان؟ ما انت بكذب على نفسك، تكذب على نفسي بس ما راح تكذب على نفسك، وش سوى فيك حصان؟ كلام كان منطقي. فكثير من الطرق الاخرى الصحيحه، وخاصه عندنا لما يقدرون الطرق الاخرى الغربيه، يعني هم يرون ان اي شيء غربي صحيح خلاص انتهينا. ف انا ما يعني ان المعلومه صحيحه او اقرب للصحه انك نقلتها بشكل صحيح او انك مبدع فيها او انك متقن لها، هذه واحده. اثنين، لما تعلمها الشخص وانت مبدع فيها او متقن لها او يعني درجتك فيها جيده جدا، ما يعني انك اللي بتعلمه يطلع بعد جيد، قد يصير زيك، قد يصير اقل منك، قد يصير احسن منك. تدخل في عده امور. هاي نقطه مهمه جدا، لان الطرق الصحيحه كلها بدون استثناء، يجي الشخص يتعلم عند شخص بعد اسبوعين ما اعتقد، والله الطريقه فيها بلا، لا بلا فيكم في الطريقه. صفنا عن طريقه وش خاصة صحيحة، ما حتى خطر الفكرة بس بالذات الصحيحة. ليش؟ إذا راعي الطريقة جاب النتيجة الفلانية الجيدة، والماشين صح في الطريقة جابوا النتيجة الفلانية الجيدة، أنت فشلت في الحصول عليها مع أنك ما فشلت أسبوعين، ما يسمى فشل بس بعض الناس تتوقع أنه فشل، لكن الزبدة فشلت أو ما فشلت، الزبدة أنك أنت ترى أنك فشلت، قررت أنك فشلت، الفشل منك مو من الطريقة، لأن راعي الطريقة، متقني الطريقة، الماشين زين في الطريقة، ما واجهوا المشاكل اللي أنت واجهتها، بس أنا عاوز نوع الطريقة، طريقة أمريكية، طريقة درساد اللي هو الطرق الصحيحة. فالشخص يرى أن الطريقة فيها بلا، والبلا فيه، هذا إن كان في بلا، إنه في نظري عادة يستعجل فقط لا أكثر ولا أقل، بس المشكلة فيه مو في الطريقة. طيب الطرق الأخرى أقل صعوبة، يعني كل ما قلت الصعوبة فيها نفس المشكلة، يعني جميع تخصصات الخيل الموضوع ده موجود فيها أصلا، لكن أمس أقول واحد أقول أنت 10 وأنا 10، كلنا جايبين درجة 10، يعني مستوانا واحد كلنا بالورقة مكتوب 10، لكن هو جايب 10 من 20، هدف اصلا كله هدف العام 20، الدرجه النهائيه في الاختبار حقه 20 اصلا، فهو تلقاه مبسوط عادي مرتاح لانه 10 من 20، هو مو بجيد زيك زيه، لكن هدفه اصلا سهل، انت جايب 10 زيه متضايق لان هدفك 100، انت تبغى تجيب 100. فاللي يصير ان الشخص الاخر مستواك في طرق اخرى اقل، او اللي هو لما قلت كلمه هذه الفكره، انت في مستواه ومستواك بس انت هدفك بعيد، فتحطم نفسك او ترى انك مواجه مشاكل. والمنطق يقول انك حاليا مع انك مستواك زي مستواه انت احسن منه بمراحل، لو تفكر بتفكير منطقي من ناحيه، مع زي ما قلت ضد المقارنات، يعني اراها سلبيه، قارن نفسك بنفسك، قارن الحصان بالحصان، اي مقارنه اخرى حتى وان لم تكن سلبيه لن تكون ايجابيه اصلا، بس ان اصريت قارن بشكل اعلى، مستواك زي مستواه واللي انت تسويه ما يسويه، بس انت قاعد تقارن نفسك بالشيء اللي انت تبغاه اللي هو بعيد، ويقارن نفسه بالشيء اللي يبغاه اللي هو سهل بسيط، وهذا يحطمك، يخلي اي شيء تسويه مميز يروح هباء منثورا. باي حق تسوي شيء معين انت كنت ترى انك مستحيل تسويه والان تسويه وانت تضحك وترى شيء عادي، وتقنع الناس بالفعل انه شيء عادي. ما وقت تكبر وما شاء الله علي، لا بس اقول لك منطقيا داخليا قدر اللي تسويه، اعرف قدر اللي تسويه. منطقيا من العشره اللي حولك بس واحد سواه واثنين سواه من عشره. بينما اللي هو يسويه كل عشره يسوونه. مي بتحدي، مي بتشجيع، بس قناعه داخليه. نعم اتطور، نعم احسن، نعم استمر في البحث عن الحقيقه او الافضليه واللي هو، لكن لما اسوي شيء شبه مستحيل في الطرق الاخرى لابد اعرف قدره، اعرف انه شيء مميز. فمواجهه المشاكل او انك قاعد تتطور او انك قاعد كل ما تطورت كل ما صار ابطا التطور، هذا موجود في كل الطرق كلها، خطا او صح او اللي هو موجود موجود. بس كل ما لا يزيد لان انت هدفك اصلا زايد. زي بالضبط لما الشخص يزيد خبره يزيد صعوبه الموضوع عليه. فيضايق زياده من نواحي، يمل زياده من نواحي لانه يبغى شيء اصعب. لما الشخص يجيب 90 لما يبغى يجيب 95 الوضع يصير اصعب ما يصير اسهل. يبغى 96 يصير اصعب 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 اصعب، وفي الخير يستمر لان الحصان دائما احسن منك بمرحله مرحلتين. كل ما زدت زاد، كل ما زدت زاد. فبالعكس كل ما زدت اصلا زياده كلمة صح، ان لو اتقنت اتقان ادنى، انا ما اعرف في حد اعلى بس في حد ادنى، لو اتقنت اتقان ادنى تقدر تقول انه ما عاد في اخطاء واضحه، ما عاد تقول في خطا. بس الصح هذا مقارنة بالأصح اللي بيجي خطأ، ما يسمى خطأ لكنه مقارنة بالأصح خطأ أو أقل صحة. فالشخص اللي يبغى يتطور
لكن اذا كنت تنظر لها من منظور واحد فقط، انك اي شيء تسويه مجرد انك تنجزه او تسويه اللي بعده وتسهى عن الشيء هذا، ويقنعونك الناس وتقنعهم اللي انت سويته شيء عادي، معناتها زي يعني شيء قربه ومخلوقه من تحت، كل ما صبيت ماء طاحت الماء من تحت، ما استفدت شيء. لمتى؟ انك ستستمر كل ما سويت شيء معين ترى انك مستحيل تسويه، دور اللي بعده تنسى. ليس تشجيع، ليس تحدي، لكن منطق داخليا، عشان ناقش نفسك من يعني داخليا، ارى شيء معين ابغى اسويه، قيل لي انه مستحيل، طبقته، لا يمكن يكون غلطان. الطرق الاخرى تكون مستحيل ما يسوى، اذا ما يمكن يكون اصح طريقه اسويها اصح. يعني الهدف اللي ابغاه جابت لي اياه فهي صح، الهدف اللي ابغاه جابت لي اياه وخلاها تصير صح، ما جابت الطرق الاخرى، اذا هي اصح. طورني، تعال اوريك طريقتي زينه. لا لا لا، طورني بالله، في طريقه ثانيه احسن تعورني اياها، خليني اشوف اقرب مالها. ها شوف ترى انا جيد، انا ضد الشيء هذا، شو اقول؟ اقول ها شوف جبت كذا، بالله طورني، ورني طورني، ولا واحد جابها بالطريقه طبعا كمان الطرق. فهنا الفكره، انت قاعد تخاطر، قاعد تسولف، كني قاعد اكلم نفسي، كني اسولف مع نفسي، لن اكذب على نفسي، ابغى اطور نفسي. وفي الحاله هذه مستحيل الشخص ما يقتنع، لم يعترف ممكن، بس مستحيل ما يقتنع. انك قاعد تربطه بواقع، تقول طبقته، قاعد اقوله بكلام مقنع، تعال طبقه مره ثانيه قدامك، ثم راح تطبقه بنفسك. ما تعترف طبيعي، تصدق غصب عنك. ف التعلم او التعليم ليس مجرد انك تنقل معلومات سواء صحيحه او خاطئه، نقل روتيني بحت تقليد اعمى. حتى لو كانت المعلومات صحيحه ما يعني شيء. الموهبه لها دور، الاستعداد له دور، الخبره له دور، الممارسه له دور، وقد تبدع قد لا، قد تصير زيه قد لا، قد تصير اقل منه قد تصير احسن منه. حتى لو كان علم، كان عنده خبره اكثر منك، بس ما بتصير احسن منه، ممكن طبيعي، ليش لا؟ ف كثير من اللي يعلمون في الطرق يعطيك معلومات معينه طفر بك واغتنى ومن حقه، كسب شهره، كسب زباين، مشى سوقه، سوى اللي عليه، جزاه الله خير وانتهينا. بس ما انا كشخص متفرج ما اقتنعت انك طلعت خيال، انت كبرك انت بخيال اصلا، ما اقتنعت انك بالفعل طورت الشخص ده. فانا ما ابغى اخلي الصح واجي اسوي سوداء واصير فاشل زيك وزيه، انا ابغى تطورني، ما ابغى تخليني اقل. ما ارى انك طلعت الموهبه او سقطت الموهبه او طلعت الخياله، ارى انك نقلت معلومات في بعض الحالات تكون صحيحه بعض الحالات تكون خاطئه، كان يقدر هو نفسه يجيبها من المصدر اصلا وبدون ما يجيك، اروح المصدر جيب احسن لي، بس تمشي. طبعا اعيد اكرر نقطه مهمه جدا، انا قد قلت لها اتناقش او اشرح واتكلم بعض المواضيع، كني اسولف، ليس فكر تجاري، ليس فكر انك تعليمي بحت، كني قاعد اسولف مع نفسي. طبعا اللي يصير بواقع واقع 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 لا يقبل النقاش، وهذه اقوى طريقه للاقناع، لانك اذا اقنعت نفسك مستحيل تكون قاعد تكذب على نفسك، انت ما تقنع نفسك الا عن طريق انك تكون صادق مع نفسك، لما تكون صادق مع نفسك اوتوماتيكيا اللي قدامك يقتنع، لن يعترف، هذا شيء راجع له، بس يقتنع غصب داخليا يقتنع. فالتعليم تدخل فيه عده امور، كونك تنقل معلومات لا يعني شيء، كونك اخذت معلومات لا يعني شيء. طبعا بالنسبه لي نقول لك معلومات تسوي عليه، يعني ما يمكن تطلب منه اكثر من كذا، بس قصدي المصيبه ان بعض الناس ينقل لك المعلومات ثم يختم لك انك خياله وخلاص انت نجحت او انك صرت جيد، ثم اذا بكره توهقت حط البلا فيك، او هنا مش مصيبة. أنقلت معلومات بشكل صحيح، جزاك الله خير انتهينا، بس إنك تحرف واقع أو تحرف منطق هنا مصيبة. من يقول أنك خيال أو لست خيال حصانك وليس معلمك وليس مدرسك، حصان يقول طز فيك أنت مدرسك، اركب صح. خلاص صح. هذه نقطة مهمة جدا في نظري في التعليم أثناء تعليم الركوب، هي عبارة عن تعليم